الفارماسيون ما عندوش علاش ما يعتبروش يثبت زعما الفارماسيون كون حتى تجي لعندي الدكتور اذا جا في السن مثلا في طنجه راه كان كيتكبر علينا في طنجه السكر كيتزادو الدواء كيقل ما كيبقاش كاين الناس كتمنى الكيس هذا مشكل كاين موجود كيف يدرب الإنسان؟ غادي يكون عندنا هذا العلاج، غادي يكون عندنا هو جوج في طنجة إن شاء الله.
اقصد الانسان اللي مشى للطبيب وكتب الدواء وغالبا ما كيتبعش الاوامر للطبيب، فهمتي؟ كيف ما راه ما عندوش مزيان ولا الطبيب غلط فيها ولا هذه ولا تما ولا المسائل ديالو، ما كيجيش يشدو فيها كيرجع لك 10 ولا كتب الدواء ديالو كتب المسائل ديالو تبع الطبيب.